الركن الذين نتحدث عنهم والذين ابتدى يعوض غيابهم السلفيون، لأنه في غياب النهضة ساعتها بدأ يحتل المشهد السلفيون. هؤلاء الأشخاص حسب علمنا وحسب تصورنا للشعب التونسي الذي لا يتنازل عن حقوقه أيضا، لن ينتهك حقوق الإنسان، وبالمناسبة لن يكون كل الشعب التونسي ولا أغلبيته، سيكونون جزء. ومن المرجح، وربما هناك من سمع هذا الكلام مني وهو من السفراء قبل سقوط بن علي، قلنا من المرجح أنهم يكونون أغلبية ولكن لن يكونوا كل الشعب. ومع ذلك نؤكد لكم أنهم لن ينتهكوا حقوق الإنسان لاعتبارات عديدة. وحزب العمال الشيوعي وأي حركة من اليسار، وإن وصف بكونه أقصى اليسار، فإنه لو وصل الحكم لن يغير الاختيارات الكبرى للاقتصاد التونسي إلا في بعض تفاصيله على الأقل لمدة سنوات طويلة، وهناك واقع مفروض على تونس ولن نسعى لتغييره في بضع سنوات. نحن ندفع في اتجاه الاعتدال ونؤمن بأن التونسيين معتدلون. تجوزات لم تكن أبدا تحصل فقط لدى من يحكم، حتى من يعارض أحيانا قد يرتكب بعض التجوزات. لذلك نحن فخورون أيضا وملتزمون بالدفاع عن حرية الصحافة، بدونها لا وجود للديمقراطية. الصحافة التي نريدها طبعا هي صحافة التحري التي تبحث وتكشف ملفات الفساد وتكشف مواطن الخلل، والصحافة التي نريدها أيضا هي التي تواصل عرض الغلابس، وهو أمر جيد لأنه كان حلم من أحلامنا أن نرى رئيسا في وقت من الأوقات ينتقل من تلك القناة الفنية المصرية، ولم نجد منا أي معارضة لذلك. ما نعارضه فقط هو أن صحفي أو أي شخص يمارس حقه في التعبير يمكن أن يعبث بالأمن العام ويدعي زورا أن هذه هي الديمقراطية. يخطئ وصبياني من يحاول أن يسوق أن الديمقراطية تعني أنني قد أمس بالأمن العام. نحن دولة في تونس بعد الثورة وتحت ضغوطات الإخوة الصحفيين صدر مرسوم 115 سنة 2011 ينظم الصحافة، وهو ليبرالي جدا وأحسن من مجلة الصحافة أكيد، ولكنه قد بالغ في بعض الأمور. من ذلك أنك اليوم قد تنشر خبرا مزيف متعمد وأنت تعرف أنه مزيف، ويقتتل الناس جراء هذا الخبر، والعقوبة التي تنتظرك هي 5000 دينار. في فرنسا يعاقبون بالسجن، في دول ديمقراطية أخرى يعاقبون بالسجن. أريد أن أقول أن الديمقراطية أمر جيد، لن يمس أحد بحرية الصحفيين ولا بالفنانين ولا بالهزليين أكيد، ولكن المسألة الأمنية لا تلاعب فيها. إذا أردتم أن تبقى هذه الديمقراطية فلا يجب أن نتسامح مع أن يمس مع من يمس بأمنا. طيب. اليوم شوفوك موجود في المؤتمر الثاني اللي هو مؤتمر مجلس الجمهورية. عم طاهر والمؤتمر العلاقة وين وصلت؟ العلاقة وصلت، اليوم أعلن استقالتي من هذا الحزب، انتهى. وجودك اليوم معناها وجودي لا تفسيره. وجودي بعثوا لي اس ام اس قالوا لي احضر في الحفل الافتتاح، أي أن فصلي تم. فجيت، أنا إنسان منضبط، قالوا لي أهلا وسهلا جيت. هذه المشكلة على غرار اللي قاعد يصير توا حاليا ولا ريناها قبل، فما مضايقات من الستارة بلا وقت هو يحكي مع وسائل العالم. مضايقات لأنه الحزب انزلق في سلوكيات نتاع ميليشيات نتاع الجماعة. بعد 8 أشهر باش نشوفوا السلبيات والإيجابيات، ومعروفة الإيجابيات اللي ما يحبوش يتحدثوا عليها. اليوم العالم عندما نتحدث ومعنا بحذانا ظروف من السفارات من الدول الشقيقة والدول الصديقة، عندما يتحدثوا على تونس يتحدثوا بانبهار، يقولوا كيفاش عملتوا ساعة تخلصتوا من المستبد اللي كان يتصور كونه أنت يقولوا نعمل ما ينحاش في أقل من شهر، ثم في أقل من عام نظمتوا انتخابات ديمقراطية شفافة على رأي الملاحظين الكل. ثم هنا ما نحبش نفتح برشا أقواس، اللي توها أسبوعين ولا ثلاثة كانوا يلوموا على نواب المجلس الوطني التأسيسي اللي من بينهم من هم حاضرين معنا اليوم، بعد 6 ولا 7 شهور ما كتبوا حتى استرجع.
كيف توا خرجنا لهم برشا أسرة، قالوا والله الأمور ماهيش منظمة، والصيغة ماهيش سليمة، وفما تناقضات من شنو هو عمل البشري. والحمد لله اللي اليوم ربما تجربة فريدة في العالم زاد هذه، هو كونه اليوم الدستور في نقاش وطني. وبالنقطة وبالفاصل وشبيها هذه هوني، وهل ترى التكامل متناقض مع المساواة، وإلا ينجم يدخل في المساواة، هل ترى يعمل ضبابية ما يعملش، هذا شيء مهم يعني بالنسبة لمسألة نعتبرها جوهرية، هو كون هالدستور هذا ماهوش باش يكون دستور حزب من الأحزاب أو كتلة من الكتل أو تيار فكري، باش يكون دستور التونسيين والتونسيات جميعا. اليوم سعدني المنصر معناتها سمعنا اللي هو التحق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سعدني المنصر كيفاش يرى التوازنات السياسية حزب المؤتمر الآن بعد عديد الاستقالات والإقالات وإفاق تعامله مع معناتها مع مكونات الترايك؟ شوف أنا يعني جديد الانخراط في حزب المؤتمر، ولكن أتابع حزب المؤتمر منذ فترة طويلة. أعتقد أنه عندما نتحدث عن انشقاقات لا يجب أن نساوي بين انشقاق وآخر أو بين انسحاب وآخر. لا يمكن نساوي يعني الأستاذ محمد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عفوا بأي انشقاق آخر أو أي انسحاب آخر. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في داخل المؤتمر إلى الآن يحظى باحترام كبير وبمحبة كبيرة جدا، ويعتبر قيمة ثابتة مهما كان موقع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي. وبالتالي ليست كل الانشقاقات متساوية، ليست كل الانسحابات متساوية. ثم الانسحابات والانشقاقات هي شيء طبيعي في الأحزاب، وخاصة عندما تكون الأحزاب وخطها السياسي ليس واضحا بالطريقة الكافية، وعندما تكون الاهتمامات الفكرية ثانوية بفعل السجل السياسي ومسألة يعني الصراع ضد الدكتاتورية وأعباء الحكم. هذا يخلي أنه يلتقي كثير من الناس حول أهداف، ولكن عندما يتعلق الأمر بخيارات استراتيجية لا تكون هناك أحيانا نفس الأفكار، وبالتالي تحصل إجابة. أعتقد أنه طبيعي جدا. سعدين مش نختم معك بآخر سؤال فيما يتعلق بأيوب مسعودي، معناها اليوم بالنسبة لسعدين النصر كناطق رسمي باسم الرئاسة وكملتحق بحزب المؤتمر من الجمهورية، شنو هو موقفه بالضبط مما قاعد يصير لأيوب مسعودي أمام القضاء العسكري؟ شوف احنا اذا كان تحكي على رئاسة الجمهورية لم نعلم بالتتبعات الا من اعلام، ونأمل احنا ان القضاء يحسن التفريق بين حرية الرأي وبين الثلب، واعتقد انه سيحسن التفريق، ولا اعتقد انه هذه القضية ستكون مثل ما يقول البعض خطوة في سبيل في نحو العودة للديكتاتورية وما الى ذلك. اعتقد انه سيكون هناك لدى الجميع ما يكفي من الحكمة لتجاوز هذا الموضوع. والأخ أيوب مسعودي يعني تحدث اليوم في وأمس في إفادته أمام حاكم التحقيق العسكري، قال أني لم أقصد خيانة الوطن أو خيانة الدولة أو الخيانة العظمى، وإنما قصدت الخيانة بالمفهوم الأخلاقي. وأعتقد أنه هذا فيه نوع من تلطيف الموقف، وهذا إيجابي. الإجراء التأديبي الذي وقع اتخاذه من طرف حزب مؤتمر الجمهورية ويتمثل في تجميد عضويته ما تراش أنه مبالغ فيه يعني؟ أولا نشوف يعني القرار هذا هو قرار وقتي كما قلت تجميد، لأنه لا يمكن للمؤتمر أن يفعل أكثر من ذلك التجميد، وأعتقد أنه حصل النقاش في هياكل وأقرت ذلك. بالإضافة إلى أنه عندما نتحدث عن تجميد حصل بعد كما يقول يعني أستاذ أيوب مسعودي بعد أن قدم استقالته من حزب المؤتمر. أعتقد أنه التجميد لا يمثل تجميد بالمفهوم التقليدي إذا كان السيد أيوب مسعودي راغبا في الانسحاب من حزب المؤتمر. حزب المؤتمر بعد ما كان الثاني يعني في الموازين القوى في الساحة السياسية التونسية، اليوم كيفاش تراه مدام سامي عاصم؟ مازال الثاني، ويتمنى باش يكون له شو بعد ما كان الثاني ومازال. دونك التو ما تنجمش تحكم على الوزن إلا بالانتخابات. الانتخابات هي تعطيك حقيقة وزن الأحزاب.
هالتوقعات وهذه كيما احنا قبل الانتخابات كانوا يقولوا ظاهره صوتيه، دونك كانوا مش محسوبين جمله، مش حاسين جمله في الخارطه السياسيه. ففاجئ الجميع وظهر اللي هو حزب ثاني ماهوش يلعب، مش يفدلكم. ان شاء الله نجيبوا اكثر، وان شاء الله مش الغايه باش نجيبوا، ما الغايه اني نرضيوا الناس اكثر، نرضيوا المجتمع اكثر، سواء اللي صوت لنا ولا مش اللي ما صوتناش. دونك باش تعطي يعني حقيقه وزن الاحزاب توا سيصعب ياسر. اما انا نقوله لك انا حسب اعتقادي ان شاء الله يكون من الاحزاب الاوائل. كل من يخرج عن القانون بقطع النظر عن ايديولوجيته ينبغي ان يطبق عليه القانون. فالسلم المدني تحقيقه واجب على الجميع، على الشرطه وعلى الجيش وعلى الاحزاب وعلى الصحافه. فهذا بلدنا، مانيش مجراء في هذا البلد، وانما مالكون. ينبغي ان نحافظ على هذا البلد. انا اريد ان اقول لكم في الاخير، حركه النهضه وهي موضوعيا كما قال السيد رئيس المجلس التاسيسي وبما افرزته نتائج الانتخابات، تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا البلد. نعم، ولكن هذه المسؤولية نتحملها مع شركائنا في الترويكا، الدكتور المرزوقي رئيسنا، ونعتز بهذا برئيسنا. ناظم الحقوق أصيل، صاحب رأي، واليوم هو في موقع يجعله في موضع حساس بين أن يمارس دوره كحقوقي ومفكر ووطني وبين ممارسة دوره كممثل للسيادة، للمنصب الأعلى في الدولة، منصب السيادة. فهنا يصبح التعامل، يصبح التمييز بين الموقعين ليس بالأمر اليسير. نحن مع كل احترامنا لموقعه السيادي، نحن نخالفه في كثير من الآراء التي يعبر عنها، ولا نعتبر أنها بالضرورة تعبر عن المؤتمر الوطني، عن حزب المؤتمر، بل نعتبر أنها في النهاية تؤكد على هذا الوفاق وتؤكد على هذا التحالف، وتمضي بالبلاد قدما إلى الأمام.